معنا في الاستوديو الدكتور سليمان الشيخ حمدي، استاذ العلوم السياسيه وباحث في القضايا المغاربيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اذن العاهل المغربي محمد السادس يلقي خطاب ذكرى عيد العرش للمره الاولى في تاريخ المملكه من السنغال، او يستعد لالقائه، ما دلاله ذلك؟ شكرا، شكرا قناه المرابطون. بخصوص القاء الملك المغربي خطاب ذكرى المسيره الخضراء من العاصمه السنغاليه دكار، له أبعاد عدة، خاصة أنه يأتي في ظرفية محددة. لولا أن الاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة الآن في المغرب لكان الخطاب من العاصمة داكار بشيء إيجابي جيد، خاصة أن المغرب يريد أن ينفتح على الاتحاد الإفريقي في موضوع قضية الصحراء الغربية وينضم إليه. بالتالي يعتبر الخطاب من العاصمة إفريقية توجه جديد ودم جديد في القضية. لكن في إطار وجود احتجاجات كبيرة في الحسيمة، شهدت اليوم كتابة شعارات خطيرة بالانفصال في منطقة الريف التي لم تستقر كثيرا وظلت تشهد اضطرابات، في ظل هذا الجو وفي ظل عدم وجود حكومة حتى الحين في المغرب، ويعتبر نوع من الانفصال ربما عن وجدان الشعب المغربي، وبالتالي تقليب الشأن الخارجي على الشأن الداخلي. وقد يحسب كما يرى بعض المدونون وبعض الناشطين السياسيين أنه قد يحسب سلبيا على الملك هذه الخطوة، لأنها ربما قد تقررت قبل أن تكون هناك أحداث الحسيمة، لكن أحداث الحسيمة أحداث خطيرة، وبالتالي كان من الأجدر أن يرجع الملك كالعادة ويلقي الخطاب من المغرب حتى يتم التطرق لهذه الأحداث وإعاشة وجدان المغرب والشعب المغربي في محنته. لكن عدل الوضع الداخلي، يعني خارجيا، هل يمكن القول أنه بهذه الخطوة يسعى إلى أن يستغل أو يستثمر الاستقرار السياسي والتنموي في السنغال لجعلها بوابة إلى إفريقيا الغربية مثلا؟ لا، الموضوع أنه مرتبط بالسنغال فقط، لأن السنغال من ضمن الدول التي قدمت طلب المغرب للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي من جديد. لا يخفى علينا المغرب الآن بعد يومين سوف يقدم رسميا إلى كل أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية الصحراوية التي تنازع على الصحراء قرار انضمامه أو طلب انضمامه إلى هذه المنظمة. بالتالي تعتبر السنغال أحسن البوابات التي أو أكثرها اطمئنانا للمغرب التي يستطيع أن يدخل منها إلى هذا المحفل الإفريقي. طبعا يأتي في هذا الإطار أيضا أو من الأسباب التي جعلت العاهل المغربي يتوجه للسنغال هي الروابط القوية التي تربطه بالسنغال، والتي ربما تقارن بروابطه بدول الجوار، موريتانيا مثلا والجزائر. فإذا نظرنا إلى هذا الخطوة من هذه الناحية نجد أنها أيضا تأتي في إطار تصعيد إقليمي، لا يخفى أيضا البعد الإقليمي في الخطوة. فتجاوز المغرب لبعده الإقليمي والذهاب إلى السنغال من أجل إلقاء الخطاب قد يراه البعض من المحللين أنه نوع من 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 عدم أو نوع من رد على موريتانيا التي لم تتجاوب معه في قضية الصحراء الغربية، والتي أيضا مالت هي الأخرى إلى الكفة الجزائرية. فنعلم أنه في أمس كان هناك اجتماع أو حفل أقامه السفير الجزائري على لوزير الخارجية الموريتاني. يأتي في هذا الإطار، أنه في إطار سياسة الأحلاف التي تنتهجها موريتانيا والمغرب في هذا الإطار. فبالتالي القراءة أيضا ممكن تكون قراءة لهذا الخطاب الذي يلغى من السنغال. بقي أن نشير إلى أن العلاقة الموريتانية السنغالية قد لا تكون هي الأكثر تضررا من هذا النتيجة، لأن موريتانيا لديها أيضا أوراق قوية تجاه السنغال، بالتالي لا تخشى كثيرا من توجه المغرب بقدر ما هي فقط خطوة يريد المغرب أن يستغلها للانضمام للمحفل الصحراوي. النقطة الأخيرة هي أنه نجد أنه لكي ينضم المغرب للاتحاد الإفريقي لا بد أن تكون هنالك إجماع، والجمهورية الصحراوية عضو أساسي في هذا المحفل الإفريقي، بالتالي يتوقع أن تكون خطوة سياسية أكثر منها خطوة عملية بانضمامه إلى الوحدة الإفريقية. ألا تعتقد أن تسهم هذه الخطوة يعني في الجانب الدبلوماسي في إيجاد يعني داعمين للطرح المغربي بشأن القضية الصحراوية أكثر؟ هي الخطوة المغربية هي تأتي في إطار ربما إعادة تقييم للعلاقة التي كان المغرب يرسمها للاتحاد الإفريقي. نجد أنه من عقدين تقريبا المغرب قاطع الاتحاد الإفريقي، وكانت مقاطعة سلبية، ووجد أن هذه المقاطعة السلبية أضرت بموقفه من القضية الصحراوية وبمطالبته بالإقليم، بالتالي غيرها 90 درجة، وبالتالي بدأ يطرق أبواب المحفل الإفريقي، حتى أنه الآن كان في زيارة لثلاث دول إفريقية ولا زالت الزيارة مستمرة،
رغم أنه في مراكش يوم 7 ستكون هنالك القمة قمة المناخ، لكن رغم هذا المغرب يحاول أن 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 ينفخ الروح من جديد في علاقته بالاتحاد الإفريقي. هل يكسب ذلك؟ ربما يكسبه سياسيا، لا يكسب الانضمام لها، ولكن الخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، فهو يحاول، لكن الميثاق الإفريقي محصن ضد انضمامه، لأنه لا بد من إجماع، والإجماع في ظل وجود الجمهورية الصحراوية ليس ممكنا، بالتالي تظل خطوة سياسية إذا لم يكن هناك تطور مفاجئ في ناحية أخرى. إذا أشكرك دكتور سليمان الشيخ حمدي، أستاذ العلوم السياسية والباحث في القضايا المغاربية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.